الوطن، حيث تعودت الأسر على زيارة أمواتهم خلال أيام العيد للترحم على أرواحهم. وكذلك المواطنون يؤكدون أن ثاني أيام عيد الفطر هو اليوم المفضل للقيام بهذه العادة الراسخة. يقول ياسين حسين. هنا بمقبرة عين البيضاء بولاية وهران نجد مئات المواطنين يحيون تقليدا يعتقدونه نوعا من الطقوس الدينية أو العبادة، إذ يكون ذلك بزيارة الموتى والترحم على أقاربهم في أولى أيام عيد الفطر. كل عام زوره هذا واجب هالعيد، عيد الجمعة، وهذا قاع ملاح زيارة المقابر. هذه زيارة العيد، زيارة الفرحة والسرور، والله يرحم هذه الأمة اللي راهي المسلمة. وهم بكري نجوا نزوروا المقابر ويقارعونا، احنا يقولوا يقارعونا وربي هو اللي يعلم، ربي هو اللي داري بالصوارح. انا نزوروهم ونزوروا المخلوقات، والله يرحم الجميع قاع أمة محمد كيف كيف. عادات توارثوها على أجدادهم، مؤكدين بأن ثاني أيام عيد الفطر هو اليوم المفضل للزيارة. البوت تاعي الله يرحمه مسكين ويصح عليه كان يجمع مع العلماء مع الشيوخ الكبار قاع تاع وهران وقاع، يقولنا النهار الأول ما تجوش تغافروا لخاطر الأموات يتغافروا بعضهم بعض. الناس يجيوا يوم العيد الأول، أنا نجي يوم الثاني، لأن اليوم الثاني اليوم الأول للأحياء هو أحلى أولى، واليوم الثاني للموتى. أنا ما ديرت لي من تصلي تقول لي لا بغيتي ربي وبغيتي النور وعقايبك زينه ما تجينيش نهار العيد، أرواحي لي زوج عيد. تبقى هذه الظاهرة تأخذ طريقا آخر لتصبح عرفا وعادة متوارثة بين الأجيال.